كما أكدت المرجعية الدينية على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة جديرة بثقة الشعب، مشيرة إلى أنها غير معنية في إبداء الرأي أو أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في تشكيل الحكومة. إن المرجعية الدينية قد حددت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو للتدخلات الخارجية. وتؤكد المرجعية الدينية مرة أخرى أنها غير معنية بالتدخل أو إبداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في هذا المسار.